السلام عليكم. جريمة خطف في محافظة المنوفية في مدينة إوسنا بالتحديد، بنتين بيتخطفوا أمام مرأة ومسمع الناس جميعا، رجالة وستات، والأم بتتضرب وبتتسحل ومفيش حد قادر يعمل أي حاجة، مفيش حد يدافع عن الست دي. في إيه؟ أنا دينا مصطفى حجازي، مهندسة. بناتي الاتنين اتخطفوا مني النهاردة. أنا دينا مصطفى حجازي، مهندسة. بناتي الاتنين اتخطفوا مني النهاردة. عمري كله سنين محطوطة في السما وعايشين 8 سنين. انتهدوا بسكون المنظمون وأخذ عيني قدام عبيتي وحولي من حواليني.